بطولة 2008-2009، سماها البعض بطولة الإثارة واعتبرها البعض الآخر بطولة التقلب، لكن الجميع اتفق على أن التشويق كان أبرز صفات بطولة الموسم الحالي. الترجي سيطر على الجزء الأول من البطولة، وسيطرته مكنته من إنهاء المرحلة الأولى في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط على ملاحقه المباشر النجم الساحلي و7 نقاط على المنافس الثالث النادي الإفريقي. لكن مع بداية مرحلة الإياب عثرت الترجي المتالية منحت الفرصة للإفريقي والنجم من الاقتراب من صاحب الطليعة وتقلص الفارق النقطة فقط. المنعرج الأول حصل بعد مباراة الدربي واللي تمكن خلالها الإفريقي من افتكاك الصدارة لأول مرة منذ انطلاق بطولة هذا الموسم. والمنعرج الثاني جاء بعد جولة فقط بعد ما أصر نادي حمام الأنف على إعادة توزيع الأوراق من جديد وإعادة الصدارة للترجي. تسابق وتلاحق، تشويق وإثارة، وحجم المنافسة كان يزداد مع كل جولة. 4 جولات فقط قبل نهاية البطولة المنافسة انحصرت بين الثالوث، الترجي متصدر الطليعة وعلى بعد نقطة واحدة من النجم والإفريقي. اليوم راح خذينا سبت وحد راح يزي خذينا سبت وحد راح يذول لي بعد ماتش الإسماعيلي وماتش مستير ربحناهم وترشحنا إن شاء الله. يذول لي واحد اليوم جيبش بدل شوي جو وينح شوي ستريس ويبعد شوي على الكرة. قبل الوقت كان صغير كان تبدأ فما حفلة باهية ولا حاجة وكا واحد يجي كان يا راسك كان يتشعبد من تالي مغادي مرة نشد مرة حاجة مرة نشد مرة نصلكة الحمد لله. كنت تبدا فما برشا كي ستريس سوتوتا معناها فان سيزون تاع كوره معناها ما يلزمك ديما معناها كي تكمل كوره تبع شويه تمشي هكا تصير هدوء تتفكر شويه ايام زمان. مازلنا توا معناها بنزرت ومازلنا بعد وفاق الصيف بعد عنا معنا ريتوال جينا في ظرف معنا ظرف قصير تاع نتاع المدة يظل في الاسبيرونس مسانسين تاع بالماتشات هذوما معنا مسانسين باللي بريسيون هذوما سي حنا ولاد صغار أو معنا مش مسانسين بالواحد أما نتصور 5 سنين ياخذوا برشا اكسبيرونس معنا باللي تعدى علينا 5 سنين إن شاء الله عنا مصيرنا بين يدينا توا إن شاء الله نفوزوا في المباريات هذوما ونهزوا الكيكر العام إن شاء الله. نعطيهم حاجة هذا اللي من احسن البلايص اللي عندنا في بنزرت اللي قريت معناتها بلاصه باهيه برشا كالم ماكم تشوفوا هكا وغابه وبحر هذا اللي احسن من
مقابلة البارح معناتها مع الملعب التونسي حذرنا بالقدير الماتش وسط الجمعة، عارفين اللي باش يكون ماتش صعيب، مش خاطر معناتها انتصرنا بالنتيجة ذيك يعني تعدى ماتش سهل، ماتش كان صعيب برشا، عرفنا كيفاش تعاملوا معاه الحمد لله، معناتها اون ايو لا شانس باش نماركيو من الاول وهذاك اللي سهل لنا الترح، ومن بعد قعدنا نجريو في الماتش نتاعنا والحمد لله معناتها لامبيونس باهيه الجو باهي تو ولفنا بعضنا اكثر، لي زوتوماتيزم بداو يتحسنوا وان شاء الله دو ميو زون ميو، معناتها مازال باركور صعيب ان شاء الله نكملوا بالقدا. والله مباراه صفاقس خليني نقول لك تو معناتها سيفري مفتاح معناتها البطوله، ولكن مفتاح من مفاتيح البطوله، يعني ماهيش نتصور معناتها ماهيش ما يلزمناش نعطيه اهميه اكثر من قيمتها، النجم تعود في المواسم الاخرى معناتها يكسب الرهان في صفاقس، ظهر لي اخر بطوله كان كسبها النجم في صفاقس بالذات معناتها بريسك عمل دوره شرفيه، دونك هذه معناتها موتيفاسيون زايده لينا احنا. عملت اوبيراسيون في تونس معناها كانت ناجحه 200%، وتوا كنت في فرنسا عملت كنترول، وتوا معناها 2 ولا 3 سمان ونرجع مع الجروب ان شاء الله حسب الطبيب. حبيت نكون موجود البارح سيرتو في البريود هذه، معناها في حاجه معناها نادي الافريقي للولاد الكل، مش كيما تبدا تلعب معناها كيما تبدا البرا، معناها والله ستريسي على الاخر، واحد يلعب خير من واحد البرا كاو افريقي صحيح، معناها انا وخالد معناها كان عندنا بوا معناها في الكلوب، اما جمعيه كبيره كيما النادي الافريقي معناها ما تقفش على واحد ولا على اثنين، كيما شفتوا عندنا جروب معناها نتاع 26 جوار، كيما شفتوا البارح معناها اللي هبطوا كانوا في المستوى وعاونوا الكلوب الاخر، كنا احنا اكثر اصرار من نادي صفاقس معناها على الانتصار، تشوف معناها الاولاد كيفاش دخلوا من الاول وبريسينا النادي الرياضي صفاقس الفوق، معناها كل اللي حبينا نربحوا الماتش والحمد لله يا ربي معناها ربحناه. سيفريك باهي تو يعني الكوبيول هذايا باش نجمو ريكيبيري شويه جوالات مضروبين، والماتش الجاي كيما الماتش اللي باش يجي بعد، وان شاء الله يعني كل ماتش ديسيزيف من الاخر الشامبيونا، هذول الثلاثه الاخرانيين كل ماتش ديسيزيف تو. نديرو ايشونفمون او كاري من بعد نخدمو لي دي زيكيب تاع البارح، اون ترافاي لي 5 بالون، كل فريق عنده 5 بالون يكمل لاكسيون بهم، بعد لي 5 بالون 3 بالاريتي. يعني 5 بالون و 3 كورنر ونكملوا لا سيونس بيان. ثاني واحد من الناس ترينيت عنده تقريبا 3 سنين، والله نذكر كان الحاجات الباهية فما حتى حاجة خايبة نصور منه الساعة، بالعكس وكان يأثر فينا مليح قبل، كنا صغار احنا ما نعرفوش برشا حاجات يعدينا في برشا حاجات، نصور مدرب اخر واحد من الناس يعني راني بطلت مع المدرب اخر خاطر كنت نعمل برشا مشاكل، فهمت والله اش نقوله، ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يسكنه في الجنة ان شاء الله. برك الله اخويا واحد كيوصل للتصور ما عادش ينجم يعلق، هاك تشوف اخويا استشهاد لي حاضر على الالقاب الكل، ولد النجم خدم برشا في الليتوال، عطى برشا الليتوال، تصور اخويا تغني عن كون تعليق هاك تشوف اخويا.
احب النجم الرياضي الساحلي موجودين بكثره في مدينه المكنين ومعروفه بعشقها معناتها للنجم الرياضي الساحلي. جات الفرصه اللي احنا الاستاد نتاعنا معناتها هو يشبه برشا الاستاد شرف، هذاك علاش كانت المبادره منا باش قلنا لهم يجيوا معناتها مرحبا بهم. كل ريحية معناتها هذاك جوا ما عارف زرافاي ممكن ياسر موش فيزيك ممكن تعتبروش فيزيك بالنسبة لي كنا ريزيستونس مونتال سي بليز امبورتون لوسكو ريزيست على فوا لوسكو سو دون لوسكو اون ايم سوفرير سي لو بليز امبورتون لازم نتعلمو معناتها السوفرونس بربي مش خوزة خويات ليه يا دي خويا ماكش خويا حاجة باهية معناتها هاك شفتو معناتها ان شاء الله ذا الكل معناتها ما يمشيش خساره فهمت؟ هاي تسمير عليكم هذا الشيء يطلع كل شيء بره
الكرة فيها ستر، الكرة فما عمل وفما انضباط وفما تضحيات. تشوف انت ملاعبي تو معنا البريود هذه معنا الدنيا تشوف معنا سخونة بالقداء معنا والملاعب يمشي لعند راهم معنا ويخدم سوبريسيون كشوف طالع في الجبل ومعنا ضغط كبير والضغط الأغلبية معنا في المخ معنا فهمت تعب الكل في المخ تو ما عادش في الساقين فهمت وإذا المخ يجاوب الساقين تجاوب إذا المخ ما يجاوبش معنا الساقين ما عادش تجاوب مش كما يتصوروا الناس اللي الألقاب هذوما ثلاثة معناتها سنين بالنسبة للترجي الرياضي يظل المسؤولية كبرت برشا على اللاعبين وعلى الإدارة الفنية وعلى الناس الكل يظل عام كامل تعب عام كامل معناتها خدمة وستريس وكشفتوا معناتها برشا ماتشوات سنة يظل ترى روح في الأخر شامبيون وهذا يتمنوه كل الترجيين يظل صحيح حسن العبرة بالخواتيم فهمت معناها عام كامل نلعب ونلعب على الوجه الكل وبعد في الأخر مش الناس كل تتذكر شنو هزيت كما قلت لك مازال ثلاثة ألقاب معناها الصعيب عملناه تو يلزمنا معناها نركزوا للماكسيموم يلزمنا كما نقولوا احنا ما نفقدوش تركيزنا يلزمنا نحاولوا ما نخرجوش معناها على الموضوع معناها نخليه كما نقولوا احنا أعصابنا فوق منا وقدرة ربي معناها كما نقولوا نسلكوها في المسابقات اللي مازالت ونتوجوا في آخر العام إن شاء الله نتاعنا معناتها في الشامبيونز ليغ بقات لنا معناتها اوبجيكتيف برك السنه نلعبوا عليه اللي هي الشامبيونا نعرفوا معناتها لازمنا نرتاحوا مليح هذاك اللي كنا في فول صعيب شويه تعبنا شويه في مالي
هذاك علاه اليوم جينا الصباح معناتها في الطياره فول سبيسيال. ان شاء الله ليسونسيال معناتها لو جور جي غدوه نبداو الاولاد كل حاضرين والتعب نتاع السفر الاخر يتنحى ان شاء الله. الترجي اليوم معناتها في حال كان النجم يفوز معناتها بسهوله كيما صعبت المقابله. تعرف اصعب نتيجه هي 1-0، اذا معناتها تسجل هدف ثاني ممكن كذا، لكن الحاجه الايجابيه 3 نقاط هامين معناتها في فتره حساسه كيما هكا. والحاجه الثانيه ما شفتش معناتها، يمكن كنت خايف منه قبل الدفاع معناتها يتهز في انت اليوم. الدفاع كان منظم منظم، حتى الفريق النادي بنزرتي الا الكرات الثابته هي اللي هدونا بها، خلاف الكرات الثابته ما هدوناش معناتها، لان احنا كنا منظمين. فحاجه ايجابيه في الدولة بالنسبه للترجي هذه، لكن الترجي هذا مطالب يزيد يتقدم ويزيد يتحسن. Nous sommes des perdants déçus, mais nous ne sommes pas frustrés à ce point pour déposer les armes. On continue. On a l'occasion dès mercredi de faire un bon match en coupe à l'Espérance. Et après, on a la Ligue des Champions. Donc, il faut accepter la défaite. On ne peut pas toujours gagner, malheureusement. والله هذه الكره مش ماشي معاك يا ولد.
ان شاء الله السيناريو عملوه ان شاء الله يتعاود ان شاء الله فيه ريحه لكن كومو سافا ستيرميني. تعرف لعبنا نهار الخميس وبعد نهارين لعبنا المقابلة هذه والطقس والثلج اللي مرة ما لعبنا في الثلج الترطان العام الكل هذه فانت لا خليناها على جنب واهتمينا بالمقابلة بتاعنا وفزنا بالمقابلة الله الحمد لله كا واحد شلكة من هكا ومش مزي واحد عفا صرتو طوى فهمت البريودي يمكن حتى جمعية ما عملته صعيب على الناس كل في هذا نلعب نهار السبت الثلج وترطان وماتش كبير وبعد ثلاثة أيام نلعب ماتش مع الإطوال فهمت ولا لا تعرف الإطوال تقريب خرجت من الشامبيونات مازال عندها الكل يعني حظوظ عاملة على الكاس كنا ننتظروا لكن معناتها نهار الكسي اللي ملعبيه كنا بنلعبوا الكرة ما نخموش في الخسارة ما نخموش في الدولية ونجحنا فما حاجات شوف امبارح فرج ليفربول وتشيلسي مثلا ما اكثر مخالفات ما انت الفريق نقول ماركينا على مخالفه مخدومه وحاجه ايجابيه We'll be right back.
غالب انسحاب مر برشا سيرتو معناتها شفت قدمنا مقابله بطوليه هذيك هي حكام الكوره ان شاء الله معناتها توكيه معش عنا نحضروا ماتش تاو الماتش الجاي ماتش كوب دافريك ومن بعد ان شاء الله نرجعوا للشامبيون ولا في الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله. مادام نحن حظوظنا في حسابيا مازال فما البطوله عنا نجمو نهزوها مادام نحن نلعبوا جسكوبو حتى البطوله مشيت ومازالوا لها ماتش ولا زوز ولا حتى خمسه لازمنا نربحوهم خاطر نجم هذا الساحل يلعب كنا على الانتصار. اون بونس دابور على بروشين ايتاب سي لا ليغ دي شامبيون. Et après, on va se reconsacrer au championnat. On va récupérer des joueurs suspendus ou blessés qui nous ont cruellement manqué aujourd'hui. Et on va aller jusqu'au bout. Mathématiquement, on a encore une chance à jouer en championnat. Mais d'abord, la Coupe des champions. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. يجي الوقت ومش نحكي كل شيء اللي صار خطر بصراحة فما برشا سحط راس فما برشا عينات دعنيات فما برشا اختيارات فما برشا حوايج اللي كما قلت لك إن شاء الله توجي الوقت ونحكي فيه من أبنير نبو فيت بات سوسي إلي غيونو من أبنير هاو الاشراق بان علينا دونك أخطأ يتحملون أسكن ولكن القصة الكبير يتحملها اللي تعرف أني النجم الساحل يخسر بطول حظوظه في البطولة في الكأس في أقل من أسبوع تشوف اللي خسر حظوظه في البطولة النجم زالوا زوز مقابلات لكن نقصد حظوظه ضالت ولكن استنتجت رجعنا في السباق ولكن في الأمطار الأخيرة تعثرنا تم سباق لكن فما مشكل زاد شوفوا هنا لانوي بورتو كونسي صراحة سنة من القرارات ولا نشوف وقت اللي نراو عديد من اللاعبين الشبان اللي احنا راهن عليهم واللي نمنوا بهم الكل فنيين الكل يمنوا بهم تهمشوا وقت اللي رينا الشبان دخلوا اليوم تفرضوا تقريبا كان مستواهم طيب تعرف اللي يحكم في الميدان هو المدرب الاول ولكن المدرب الاول يتحاسب راضي على العمل نتاعو ولا يشوف مانيش راضي هذيك هي الكورة هذيك قدر معنا الفرق الكبيرة كيما الاسبيرونس اللي تلعب على تيتروت الكل يلزمك تكون ديما حاضر ديما في المواد خذينا الماتش من الأول عرفنا كيفاش ناخذوا وسط الميدان معنا عرفنا كيفاش نستغلوا معنا الفراغات اللي تركوها هما الحمد لله معنا هذه ماتش كوب هذول ما فيهوش اللي روتور اللي يربح يترشح عرفنا كيفاش كيك بعد الماتش فيه كيك مش كيك الحمد لله قلت لك عرفنا كيفاش نحافظوا على الماتش عرفنا كيفاش نحافظوا على البونت وليسونسيال ترشحنا معنا وكما قلت لك بالنسبه معنا للتيترويت هذوما اللي عندنا قاعدين ناخذوا كل ماتش وماتشوه فهمت قلت ربي معنا مازالوا لنا 7 ماتشات ان شاء الله نحاولوا نكملوهم سالني عاد بالفيدير هو عنده عامل في الفيروس هاي مخرج جودي 10 برشلونه اليوم بريم
ومن بعد نقرعوا من تو لا خلينا نص الليل لو غادي لا لا خلينا نمشي غادي بواحد جيب لي القرعه نخلص سير لا هو فاز كونترا باش يمشي لبرا معناها مشاو برشا فلوس خلينا من بعد فطور حكايه يا اخويا يا عم بشطر انا مازال قادر هاي اخويا نمشيو من بعد على شوية قلب على شوية كتلات شوية شوية واللحم مش مشوي برشا معناه محروق باهي شوية شوية قال لي يا اخي تاكل انت عاطل ما مبينات شلون ماكل سوري هزك هاي صحة عليكم يا رجال مرينا شوية ولا باهي ولا ماكل بعض لونك تاكل هيك في الصورة باهي هذيك الصورة لا كومباني لي فيلاج صوره ديما كف فرنسا انتما ديما باش تمشي عايش هكا لا وين ماشي وكش خاص نعيش هكا هذيك الحياه ولا كيفاش هكا هاي كونترا جديد بلال هل هو مازال مازال انا دي مزيان سخوي هذا شنو المال تاعنا يكون بيدك شنو بيدك مفتح الله 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 الحمد لله نحن وخيان وكلمة خيان يقولك عادل النفس يعني فاتر ايه صاحبك عادل النفس يعني انا مش مجبد الراجل ايه صاحبك عادل النفس يستر هذيك زاد بتبيع اخوه لكن يرد ما نتعلم منه ديما يكون هذا معروف الا من كونه صار معي شبع صاحبك شو هادي سيبو عملنا ضحكة بها وفرهدة بها شاميل بك تخمم صحيح مش ديما واحد يلقى الوقت بيجي البلايس يذم وما كي توا فما لوكازيون علاش لا باش نجيو نتفرجوا نخرجوا كوام جاو كوره وكاو معناها نعملوا ضحكه مع بعضنا بويسك اكثر من خوات معناها نعديو مع بعضنا اكثر من نعديو مع ديارنا وكاو ان شاء الله معناتها يدور لي كيما قلنا معناتها ما عادش برشا في السيزون ان شاء الله نكملوها على خير المشروع في مازال وبعد سيزون شرط تقعد صاحبتنا كيما هكا كي السوق قعدنا في فرد جمعيه ولا تفرتنا معناتها كل واحد مشى معناتها على روحه ان شاء الله نقعد اصحاب وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ديما ملمومين ان شاء الله هاي 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 لا خل انت افريقي اللي تلمينا معنا الكل وتفهمنا اللي صارت لنا دو ديسيبسيون معنا مؤخرا الغالب في ظرف جمعة معنا خرجنا من البطولة ومن الكاس مو حسابين ما زلنا في البطولة تبقى
كنا عاقدين العزم الناس كل اللي مازالت لعنا الاشيونس هذه متاع الكوب دافريك لازمنا نمشي فيها البعيد وكنا معنا محضرين كما يلزم ان شاء الله اللقاء هذا حاولنا نعملوا رياكسيون به اللي تخلي هما الواحد يرد الاعتبار روح والجمهور متاعه والجمعية ككل. كنا نتمناه ونربحوا واحد بلاش معناتها ضد حمام لنف وفي المقابلات ما سجلناش فيهم كيما معناتها كنا ننتصر في مقابله نادي صفاقس اللي كانت مقابله تورنوت في مصيرنا في الشامبيونا. عندنا مشكله في بين عمي وسني ما عرفناش نتحكموا في رواحنا في اخر سباق البطوله يظهر لي ما عرفناش كيف سيرتو نستغلوا عثرة المنافس المباشر متاعنا اللي هما النادي الافريقي والترجي الرياضي. الترجي حقق المهم بالنسبة لي قبل 90 دقيقة تفصل على تحقيق الأهم. مش بسير مش تعمل درجة في قدام الدور. تحب تصورني قداش ناكل؟ مانيش وكيل. شنو اش بتخايف؟ ما
هذا تشوف الوقت رد 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 غدو باش ناخذ اربع حكايات اربع حكايات ربي معهم اخويا ان شاء الله ربي يوفقهم ديما ترجي يلعب على القاب ديما كنت تشوف تروا تيتر باش نلعبوهم في 10 ايام باش يحكموا في مسير عام كامل لو 13 فينال بالنسبه لينا احنا كونتر ليتوار اخر الشامبيونان لو 21 فينال كوبا راب لو 24 فينال كوب تونيزي أنا تعب عام كامل وخدمة عام كامل باش نلقاوها في اخر العام وان شاء الله احنا وصلنا للعين لازم نشربوا لازم ان شاء رجعت عندي جمعة مع المجموعة الحمد لله معناتها شوي بشوي كل نهار خير من خوه مازلت مانيش حاضر 100% ما قاعدة تحسن بشوي بشوي بطبيعة واحد كي تغيب برشا يلزمه شوية وقت باش يرجع وكان معناتها ما عنديش معناتها بريسيون باش نرجع فيسع ولا حاجة قالوا لي خذ راحتك وخذ وقتك وقت اللي تحضر مرحبا بيه نشوفوك شد الجندوبة حكا من هنا الجندوبة نشوفو حتى 4 ساعة الأخرين لا وعلم كيما النجم نكون كيما النجم ما نكونش العلم عند ربي سعيد ما نغامرش بصحة يوسف وبالمستقبل تاعه على جال ماتش ولا على جال حاجة كي هو كي زهير أولادنا نسحقوهم خسارة اللي ما جاوش معايا العام كامل خسارة كبيرة سينو ما رانش في الوضعية هذه بكل موديستي بعد تعب وغسرة بتاع ماتشوات وجاب واحدة يدانا هنا باش نريكوبيري شوية باش يعاونونا شوية في الماكلة وحضروا شوية لبداية المشوار إن شاء الله. أو عودة الرام الدراج يبقى قلتلك بيكاسو كنا محضرينه من الأول معناها حبينا دراج درجين من الأول باش نمكيو بونت باش نرتاحوا أكثر نلعبوا بريا حياة في الماتش كامل والحمد لله ربي يكونوا موفقين وجات بلانتي مرتينا ولعبنا معنا تمنى ميتون مرتاحين سليسي ما مستانس ما يشوتش في وسط الجمعة جادو مايكل كيفية ما يماركيش اخي تفهمه كي تجي بلانتي مش عطيله هو خاطر من اللي جاء الاسبيروس ما ماركيش كاو كي جاد بلانتي عطيله الحمد لله معنا مركاه الدراجي ساعة في بنا بشي يخرج من ميتون عنده ضربة خفيفة بشوفيه ما عادش نجم يكمل لونترونير سي فوزي من دير اللكر حب يخرج دراجي مي نوترينير ما قوت لي زونترينير لهنا ما خليهش يخرج قال شنو طلب من سيفوزي باش يخرج ما خليهش خاطر يعرف لي دراجي في اتوم موجب ان يجيب الاخطار يعطي باس ديسيزيف وانا من بين الاخر حب يكمل الماتش خاطر يستنى من الدراجي في اتوم مو باش يعمل باش يعطي باس باس ديسيزيف باش يماركي وهذاك اللي صار معناها صبر وجاب لنا البونت الثاني اللي رتحنا شوف ايدي ضد القاسية موجودة هنا كان يحب الكليبر وين السيارة؟ عام 62 موشمها كنت صغير كنت تفرج في اندري ناجي بطار الشابي في
احسن لبعي وملاعبين كنا كنت صغير وقتها نادي افريقيا في اياماتها تغرمت بها وتو التو نحب نادي افريقيا ما عندي ولدي كعبه واحده نتبع هذاك هو ماتش صعيبه مستير وشنو بدنا نحضروا له ان شاء الله وان شاء الله نكونوا حاضرين على الماتش ونترشحوا للفينال ان شاء الله. البوبليسيتي ليا سي بيان ولكن ما فيها حتى حاجه من الصح. الوقت يخاف المدرب تاع فوق يخاف يخاف نهار ما يتكلموش عليه الناس ثم عارض متزاير المنتخب ابريم تاع ولا ثم عارض من ليبيا وسي ثم عارض من الخليج لكن ما قررت حتى حاجه وما في راسي حتى عرض والله العظيم كريم ومانيش نقول فور فير بلي معناها الكلام صحيح دونك العروض موجود عروض تاع وسطاء انا ما نسمهاش عرض فور موا الوقت ما يكلمكش رئيس النادي والله حاجه ما يسماش عندي عرض ولا. موقفك انت موقفي انا في النادي الافريقي مديت كيش يقولوا المبدئيه هذيك موافقه المبدئيه مد موافقه المبدئيه بالمسؤولين تاعي باش نقعد في النادي الافريقي نكملوا العام ان شاء الله لو 12 لو 13 ان شاء الله نقعدوا مع بعضنا ونتكلموا على لافينير تاعي في النادي الافريقي وراني نقول فيها بصدق راه الناس تقرا اونتر ليلين ويحبوا يأولوا ويحبوا يقولوا والله راني نكلم فيك بصدق كيما انا كيما المسؤولين تاعي عملوا وقالوا لي الناس خذيت التيتر قالوا لي عبد الحق دو بريفيرونس تروح قلت لهم ما تعرفوش الكره جو ديري اوسي ستاني راني ما نخافش من الديفي ما عنديش علاش نخاف الطبيب المباشر في العيادة هنا هو الدكتور ياسين بن أحمد نخدمه مع ثلاثة أخصائي علاج طبيعي طبيب أدجوان خلينا تو هو تو أنا سيريو نتكلم وكذا خصنا علاج طبيعي يكون لازم الانسان يكون منتبه في وقت التمرين منتبه اذا كان يرى حاجه اللي هي معناتها غير عاديه في ملاعبي يلفت انتباه الطبيب اذا كان طبيب مش غاديكا ونشوفوه في الوقت هذاك لان الملاعبي اغلب الاحيان بلغه الكره يبدا طماع معناتها ساعات يخبي اصابته على اساس هو يحب يلعب تفهم فيها معناتها حاجه نقولوا من حقه يحب يلعب فهمتي؟ لازم احنا معناتها نكونوا فيجيلون، نكونوا معناتها منتبهين الى اقصى درجه، خاطر وقتها ينجم يضر روحه ويضر الجمعيه. يجي لهم هذا جاي في راسه، نعملوا في فريكسيون باش تحاول نكسر شويه الجاي. شويه الفريكسيون، شويه الجاي. فريكسيون. لا سيرتو الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ديما تفول الفريكسيون. بالنسبة لزياز نعملو في بروغرام تاع الكتروثيرابي ونعملو في الكورون لي كونتراكتورون خاطر عندو شوية لي موليات نقصين شوية نعملو بروغرام دو 10 مينوت 10 فوا 2 معناها باش لي موسكل لي يصير الارتخام تاعهم مكانش قاعد تعمل كيف نعمل السلفين كيف نربط السلام عليكم ساقيه اليوم باش يرجع ان شاء الله خاطر انا اليوم عادي ما شاء الله ما شاء الله لازم نحميوها اليوم سترابينغ هذه سترابينغ ازيد فهمتني من الربطات العاديه بس زوب نعملوا هذه خاطر راجع من الاصابه مازال لنا شهر ماي شهر صعيب براتيكمون سي تان موا دو فينال فيه بوكو دو فينال ان شاء الله فينال شامبيونا فينال كوبا راف المواعيد قراب لبعضهم برشا ان شاء الله نواصلوا ان شاء الله ما ثم كان خير
درت لي بص ياسر في الفترة الأخرانية، رغم الاجتماعات اللي عملناهم 3 اجتماعات تقريبا مع اللاعبية باش حضرناهم عدة أمور معناتها من البروفوكاسيون من الكونسنتراسيون كلهم نحكيو على ماتش بماتش، حكينا ماتش المسير فهمتوا، حكينا على البروفوكاسيون، حكينا على الحكم الأجنبي فهمتوا، لا إلا قادر باش ينجم يعمل أي حاجة. عنا برشا ما لعبناش، حاولنا نشوفوا ماتش امريكان باش نرجعوا بيه للفورم، يظهر لي عملنا نتيجه ما تهمش قد ما يهم الاداء. ان شاء الله نكونوا حاضرين الاسبوع القادم في جندوبة. سي تان بون تيست، كانت لانتونسيتي موجوده، كانت درنا ان بارتو ان بون ريزلت. بالنسبه لي انا كنت خسرنا خير، والله بالنسبه لي كنت خسرنا خير، نعرف علاش، لكن ان بون تيست، ان بون تيست تحضير لاخر مباراه ان شاء الله. والله كهو طويناها الصفحة نهائيا متاع الكاس، مباراة صحيح مرارة كبيرة خاطر الترجي متعود في الخمسة سنين الأخرين ولا ست سنين الأخرين ديما موجود في النهائي. الله غالب، كنا في نهار قول تعدينا كوتي، يعني العوامل الكل داخليا وخارجيا، معناها نحكي اون جينيرال فهمت، تعدينا كوتي خسرنا كهو. في الفرق الكبيره ما عندكش وقت باش تفرح برشا، ما عندكش وقت باش تحزن برشا. دونك في الترجي كان في الربح عندك ليله الماتش تفرح، غدوه صباح نهار جديد تحضر الماتش اللي بعد، كان في الخساره خسرت هي تنسى ديريكت بعد الماتش وتخمم في جديد، ما عندكش وقت باش تقف على تلال ولا تحط راسك، معناها تحط يديك على راسك ولا تخمم. دونك طويناها قدامنا مقابله الوداد، معناها بينتو هذه هذاك علاش ما يزمكش معناها تقف برشا على مقابله الكاس. غدوه نسافر معناها للمقابله، بدا تحضير من اليوم قدره الله معاملين باش نعملوا رياكسيون بها ماتش الوداد، و بونسي فما بونسي زاد لمقابله النجم، مي بار ايتاب عطينا توا الوداد نتعداو العقبه نتاع الوداد وبعد نتفضاو لمقابله النجم الساحلي اللي مقابله الموسم بالنسبه لنا نحن. ان شاء الله كونوا حاضرين ونحققوا الانتصار.
اليوم ما بغيناش نتقابلوا بعد هاد الربع راح خاصني نحكي كل شيء بعد راح عندي تقعد في الدار يجيك فاكس يا تجي يا تروح هو مرمى فانت كونتر على وسام زاد عامين وسام زاد عامين ومش يزيدوا معهم ثلاثة بلاش مال هذاك ولد جماعي مش يزيدوا بخمسة مالي يجيك الفاكس بالنسبة للعمر أعطوه 130 خلوا لها 60 نسيتوا حمودة حمودة مستقبل فارس حمودة مازالوا عامين حمودة مستقبل حمودة بريكل حمودة الركيزة باش نخدم عليها احكي له على فاست الدبانة يا رب يا رب يا حكي بيه حمودة المعمري ماتش المرسى ماتش ميكال الخيراني لونترونير تغش عليه شوية قال حمودة يلعب كيما كذبانة اللي محصورة في السكره نارو طوله توزوز مش لقي الحل والله تضرب في الشباك هذا كيفاه قال تضرب في الشباك قال مش منجم يخرج او يمين الله كوتش منه اللي توالى خسرت مرتين عاد شخسر الثالثة عاد سامحني خد نورمالمون اكثر واحد تعرف اللي توالى تحكي لنا على اللي توالى انا كورت في اللي توالى ونعرفها معناتها كسوا جمهور كسوا مسؤولين كسوا ملاعبية معناتها الجوالات من الصغرى يلعبوا كان على الربع فهمت ما عندهمش هذه الحسابات وما عندهمش كيما نقولوا احنا تخدم مخ فهمت انت صار رجال الاتوار باش يكون عليه زهر بارابور ليسبيرونس خاطر احنا عاملين في كنتور حجرجي زاد بريسيون تصور كانت قويه علينا برشا خلينا بريمير ميتون ما عملنا شيء هذاك نتصور هذاك اللي باش يصير من الدقائق الاولى ان شاء الله تصير المفاجاه كما نقول عادنا نربحوا ماتشونا اخويا نعبدوا جرينتا ورجال مع بعضنا وليد في اليد نربحوا ماتشونا واي سيناريو بعد احنا اكل ديما فرحانين بقدرة ربي نروح فرحانين بالشامبيونا يمكن الحاجة ما تعرفهاش ما تبرش عبيد الجو متاع الولاد متاع الكلوب افريكا عايشوا كل اخوات حتى نتصور ما تلعب الجيك اللي مش يقعد ولا مسالر باش نبقاو كونتاكت نحبوا برشا بعضنا وما عندناش مشاكل في وسط الجروب ذيك اللي كانت لنا معناتها حاجه باهيه نقطه ايجابيه في كيف عملنا لجنه البطوله تصور اللحمه اللي بيناتنا ذيك عملتنا برشا عملية ان شاء الله تزيد تكمل السنين ان شاء الله عجبك نسيبك ولا ترجي؟ نسيبي والترجي نسيبك يبدأ عمل هكا هذيك يعجبك بيعمل هكا هذيك لا
هذيك هي خويا اللي عملك ما فهمتش شو يقصد كريم ما فهمتش يا ما رجعوا لي فلوسي عب الترجي يلعب لبرا مليح برشا ايه مليح بطبيعة الحال تلعب مليح لان في بعض الحالات ما ينتظروش كون الترجي باش يهاجم لبرا اكثر اقل نبداو كل لاعب يقوم بدوره كل الامور تمشي على احسن ما يرام اللي نحن جينا وتقص تريجري كبير كل يوم كوري افون دو جور هذوما كانت نتر وبرد الدنيا نحن جينا شو تقص صلي على النبي ولا ان شاء الله ربي يكون معنا امين يا الله يا كريم تقدر تربح ما تكون شامبيون اتوقع كان ما يروحوش الماتش تاخذ من سيرو حتى شيء هذا ما كان تاع نهار الاربعاء وميريت باد شامبيون هزوا حجاره تو لا بريسون على الترجي والله عملوا كانت بريسون علينا كيف كيف هذا العام ما عليهم زول زول لا 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 هبطت وحصلنا فيها وما لا 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 سؤال وانت جاوبني توا صراحة تفضل سي نبيل وتروجو وقت اللي جبناه اكلنا عليه العسل اللي فدينا اسمعني 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 هاو جا من البحر هاو جا من شنو تصور انت وتروجو يماركي بونتو نقول لك حاجة في جندوبة اسمعني كمل لك الاخر يماركي بونتو تزيزي في جندوبة يكون هو نتاع الشامبيون شي يولي وتروجو نتاع البر يولي اوتو ايكول الفرن غرون سيزون عام الجاي ان شاء الله والله غالي الفرن غرون سيزون تشوف تو استانس باللي الناس تجبد من المريول ولا يعرف يبلوكي لي ديفونسور في ظهره ولا يعرف حتى هو يجبد من المريول ان شاء الله عام الجاي الفرن لا سيزون اللي لازم ان شاء الله معك ولا ما تكون كل سيزون جاي معك اي شنو مش قادر ان شاء الله قاعد باش ترجع فيها كيف قد لو غران بريباراتور فيزيك لو غران مترو 70 60 لا سيب الموجوده سي لو شامبيونات بقات فيه 90 دقيقه بقات فيه دقيقه بقات فيه 1 سكوند بقات فيه نكملوها اللي يبقى فيه حتى الاخر جورني ونحن نلعبوا على التيتر وني دوزيام افيك المعاناه اللي عانيناها من الملعبيه من الغيابات تاع الملعبيه فرنسا ما عندنا On va pas parler des deux points terres statunisiens. Mais pas de débat. Non, non, non. Mais pas de débat. Non, parce que tu vois, tu vois, nous devons piquer au col ma barre. Non, mais je ne sais pas de deux, il n'y a pas de chouette. Faut qu'il y ait. Khalil, le football, Khalil, un jeu. Tu n'as pas de score. كنا نقدروا نمشوا هذاك النهار 5 ما درنا كات حبيبي شو احوالك؟ سافا؟ 1920 شفتو كليبيست ولا تشبه الكليبيست؟ قول لي غني له غنية الكليوب غني غني لي حاسب حاسب اي غني لي حاسب تفعل تساعد مولانا يا علي يا الله تعرفها ولا؟ يعرفها شو لا ما عرفهاش ماشي كليبيست هذا كانت لابس مريول برك حاسم حاسم يا مولانا يا علي يا الله انصر هكا لا ماشي كليبيست
لا 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 حاسم حاسم اه صح 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 هيا حاسم 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 بعد غني هاني اوكي هيا صح ولدي هاي نضو خويا وقت الفطور توا معاكم طيب سي لو ميور مومون يحبو كريم الشماري في النادي الافريقي اه ديسيبلين ديسيبليني وقت الفطور اللي لا تريزور من هناك او لا تريزور اللي لا موجود ديسيبلين صحني يرجع فارق حتى يوم يتلوح حتى يوم يتلوح كان وقتها في تلوح بعد عاود يرجع شوف بيك فرصة هنا زوك طلعت مع خمسة تترجع تترجع في ال صابر صابر بالعالم ولا صابر قاعد في الدرجة تعمل 50 غير قلت ما تجيش مع الكبار قلت لك الشرفين أختك مش الشرفين تمشيش معهم زهير سويسري تختني من الكبار ما تزيش مع الكبار قلت لك أنا أقول لأمك نعيد لأمك أقول والله أقول لبابا أقول لهم يمشي مع الكبار هاي طبق هاي ما رفيت هذاك خلهم والله غير سرقوهم لك التلفزة يا ولدي أعمل الجنود الخفاء عاملين روحكم زعما ديسيبلين وما نعرف شنو وما نعرف سرقوهم لكم وداوهم لكم جيت فنزرت باش تجي خلص الفطور امبوسيبل والله خلص الفطور قلت له مستحيل صعيب قعدت واحد كوتش باش تمشي مره تسلف مره باش تسلف فلوس ما عندها الغير زول باش تمشي تسمع فيه قال له شحال نعطيك نعطيك هو حاجته ب 2000 باش تمشي شنو مشي شنو قال هو اخو ما عندوش 10000 هاي دي دينار قال له 10000 لا قال ما نقدرش نرجعها قال ما نجيبش نرجعك 10000 دي دينار We never even show up. Why you want one more year to come? قول لهم وش قلت راني ما نحبش نوصل باش نكلموا بعض الاخر باسكو جو في كونفيونس مي يستوجب الوقت توا باش نهضروا ويستوجب الوقت باش نطرد اي واحد اقسم بالله ورسول الله ربي لي عايشني من بعد غير اي واحد يستوجب باش نطرد لمصلحه مش عبد الحق عبد الحق الحدود هنا ولا الغابه صوتي من ناطح في الجزائر لمصلحتكم باش نطرد اي واحد لمصلحه الجروب كاين ناس خدامين جايين باش يربحوا الماتش اقسم بالله فون بوفي با ما تقدروش تيماجينيو شي صرا كون الترجي ما تربحش وحنا ما نربحوش فون بوفي با ايماجينيو شي صرا نحن شو واش رانا مع زرزيز ربحين تيتر قريب لقينا روحنا خرجنا من الماتش شفنا ولا لا مازال 15 مينوت ليمام توما يا اخي واش 15 مينوت مازال لي طول شامبيون 15 مينوت مازال 15 دقيقه لي طول هي شامبيون شفا ولا زرزيز ولا لا يا اخي يتعداو عليكم لي زيكسبيريونس الخايبين وما تبقى لكمش في الذهن سما ماكمش عباد ها واحد يتكلم على الفان سيزون وين ماشي واحد تمشي ريال مدريد ومن بعد نادي الافريقي من 1920 خلق قبل والدينا وهو مازال والناس جاوا راحوا والناس جاوا راحوا وشنو راح يحبس الكلاب ما يحبش الكلاب اللي يروح وما يروح نظيف يروح يخلي بلاصته نظيفه قال انا كنت في النادي الافريقي وانا ديت البطوله وانا ربحت دو شامبيونا وانا رحت وانا خليتكم وربحوا من غيري شامبيونا شوفكم فوالا خويا العزيز يلا تعدوا لي كاري عامل زيتو هاي هاي عامل زيتو
نتيجة رادس ما بين النجم والترجي أثرت على مردود لاعبي الأفريقي في جندوبة؟ أثرت. ما تقدرش ما تسمعش، ما تقدرش تلعب في ماتش وما تسمعش. الوقت اللي تسمع إكيب رابحة 3-1 و4-1 وبعد اللعب الحمد لله كيما خرجوش بالواحد فوالا. انا جي سي قاعد في لاطوش، ما حبيش نقعد في البون دو توش، قاعد في لا سيرفاس تكنيك، يلا الاولاد يلا ندز فيهم، باسكو عرفت بلي ليك بحبست. فرحة كبيرة يهزوا فيك على هنا. فرحة لأن الملك ذاك المباريات كل صعبة. كل ماتش مصيري. كامبيوني فوزي خبير بطولات قبل مع الترجي. شنيا ترى البطولة هذه عندها نكهة خاصة؟ البطولة هذه عندها رونق أكثر. عليه؟ لأن كل ماتش لعبناه يعني ماتش متاع دم. Yeah.
احمر واصفر موافي يا ترجي نموت عليك احمر واصفر موافي احمر واصفر موافي موت عليك موت عليك موت عليك يا ترجي موت عليك موت عليك موت عليك يا ترجي من عميد صار هم ثلاثة غنيات يعني بصوتي انا وكلمات والحان محمد وستة وان شاء الله ينالوا اعجاب الجماهير ان شاء الله ذي بالمناسبه ذي كان احنا نظيفنا معناتها اللاعب معناتها وليد التايب نرحبوا به برشا وكان فرحان بخير هذوما وغنى معنا يعني ونحيي بالمناسبه ذي معناتها الفنانه معناتها حياه جبنون اللي كانت موجوده معنا ان شاء الله متعودين نحن ديما هكا بالغنيات الحلوين وان شاء الله الحمد لله اهم حاجه اللي ديما ان شاء الله ديما مفرحين وديما كاين ديما من حسن الى احسن كما شفت التتويج بالبطوله ان شاء الله زيدا زيدا نفرحهم الجمعه الجايه في تونس وجدي بوعزي صورنا المعلم ياسرين متاح عليك ومتاح علينا صاحب وجدي بوعزي شو اسمه سليم تشرف اخوي سليم وذي قد قربي هذا معروف تعرف سيرتو سنين معروف بالربع ايوه تصديق وسام العافية غني على التعريف عادي عادي كيف عشتوا ما تسلقها تفرج على حالك وهو يسلوه ما عشان تسل شنو كيفاش عود لسوية كيف عشتوا ما تسلقها ما تشبينها كنت ريتوها بيقول على صعب والله على صعب انت جيت معانا الهوتيل من الأول ومشيت معانا كل شيء معناه في موقش تخمم وقتها فما ستريس فما ضغط على اعصاب الملاعب ياكل نرمون بيلعب مش اقل ستريس لا 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 تو انت كي تهبط تلعب تنسى ستريس اما اللي يتفرج من فوق راهو ستريسي على اعصابه خويا فسرنا كيفاش رباعيه تحسب فيها وحدك رباعيه تحسبها واشتي احسبها ورسوك احسبها احسبها هو يحكي لي احسبها يا انت كيفاش رباعيه شنو هو والله هو في البيت وفي البيت في البيت وخوك حاجه شنو في البيت وهو قال الرباعيه على غالب خرجنا من الكور حاب يلقى حاجه من بعد وعنده الحق قص قبل بنهار من الشامبيونات بس انا مره بسنه ما كنت لي طوال قال لي انت هز اربعه ترويت قول له كيفاش تعرف عليه خاطر انا منع فيها يحكي على الرباعيه نحبوش اخش بثلاثيه نحبو رباعيه ايش تحب تغني صاحبي؟ انا ما نعرف ها؟ غنيه محل تعبير رجبيه غني مادامك انت تغني لا مش كعب افلام اي وقت روحنا مستيف وقت روحنا مستيف بعد الكار شعر افلام مش كان المشاكل يا اخي فدك يا اخي فدك حنا عبيت ترجي شعلا سينا عبيك دوارك منوينا بكش حافظ هذا اليوم تلقينا بابس ويقرا خصب المدينة